كده التسجيل ابتدى، قدامكم 10 دقايق اتفضلوا. تمام، مساء الخير. احنا النهارده هنكلمكم عن ancient Egyptian engineering. انا افنان ومعايا نادين وعبد الرحمن وحبيبه وفادي. طيب، زي ما احنا عارفين ان الحضاره المصريه القديمه دامت لاكثر من 3000 سنه، وهو اثبتوا ان هم من اهم الحضارات على مر العصور. احنا كمصريين لازم نكون عارفين انه هم كانوا نابغين في الهندسه، والكونسبتس والبرسبكتيفز بتاعهم لحد دلوقتي بتدرس، يعني لحد النهارده. احنا هنتكلم عن first buildings and engineer materials and tools measurements mathematics most beneficial establishment. احنا كنا عملنا سيرفي وسالنا سؤال، ايه هو يعني first building in ancient Egypt. طبعا في ناس كتير يعني قالت اجابات كتير، واحنا اخترنا الموست كومن ما بينهم، وهم بيراميد اوف دوسر، تمبل اوف كارنك، بيراميد اوف خوفو، وسد الكفار. الاجابه الصح هي البيراميد اوف دوسر. هنتكلم عن البيلدينجز. المصريين القدماء كانوا مهتمين جدا ببناء البيراميدز والتمبلز، وكان ده ليه؟ لا، ده هدفهم الرئيسي ان هم يحتووا ارواح الالهه بتاعتهم، وان هم كمان يعني يقدسوا الاله اللي كانوا او الملك اللي كانوا بيعبدوه. اول هرم في مصر اتبنى هو زي ما انا قلت الستيب بيراميد اوف دوسر، وده اتبنى من حوالي 4700 سنه، ودي صورته هي معانا دلوقتي. وهو ألهم كل الملوك اللي جم بعد كده إن هم يبنوا their own pyramid. تاني حاجة هتكلم عنها هي الكارنك تمبل. وكارنك تمبل ده هو أول تمبل اتبنى في مصر وموجود في الأقصر دلوقتي، وهو يعتبر هو أكبر المعابد الدينية في العالم كله، ودي صورته. طبعا بما ان احنا اتكلمنا عن الهرم البيراميد اوف دوسر، فالانجينير اللي هو يعني يعتبر يعني في احتماليه كبيره جدا ان هو يكون اللي بنى البيراميد اوف دوسر هو امحوتو، وهو كمان اول انجينير في تاريخ مصر. هو invented the method of stone dressing. الستون dressing دي هي يعني ايه؟ هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن تشكيل الستون بعد استخراجها بماتيريالز معينه زي الهامرز والتشيزل والاكس. وطبعا زي ما قلت هو اول مهندس في تاريخ مصر. ومعانا حبيبه هتكلمنا عن الماتيريالز اند تولز. دلوقتي عرفنا البيلدينج، ودلوقتي هنعرف الماتيريالز والتولز اللي كانت بتستخدم في بناء المباني دي. عندي الماتيريالز بتتقسم عندي لحاجتين، مود بريك وستونز. المود بريك اللي هو الطوب اللبن ده، ومعانا صورته دلوقتي، ده بيستخدم في بناء القصور الملكيه، وكان برضو primary material في بناء الـ ancient Egyptian houses. تاني حاجة عندنا الـ stones، ودي بتتقسم لـ limestone و sandstone و granite. الـ limestone و sandstone دي صورتهم، هما الحجر الجيب والحجر الرملي. الاثنين كل ليهم نفس الاستخدام تقريبا، الاثنين بيستخدموا في بناء الـ tombs والـ temples. آخر حاجة معنا الـ granite. الجرانايت ده كان used for constructing religious buildings. بعد كده هنتكلم عن التولز دلوقتي. التولز برضو متقسمة عندي لحاجتين، metal tools و stone tools. المتل تولز عندي بتتقسم لكوبر تشيزل وكوبر هامر، والستون تولز بتتقسم عندي لفلنت. الكوبر تشيزل بيستخدم في cutting الجروفز والهولز في الوود، وبيبقى شكل زي ما احنا شايفين سيلندريكال بار، يا اما بيبقى عنده فلات ايدج يا اما بيبقى بوينتد ايدج. تاني حاجه الكوبر هامر، وده بيستخدم في سبليتنج الماتيريالز. لو عندي كراكس اكزيستنج كراكس او فراكتشرز في الوود اللي عندي، بستخدم الكوبر هامر عشان سبليت الماتيريالز انتو انديفيدوال وانز. اخر حاجه عندي في هي الفلين، وده بيستخدم في كاتنج السوفت ستونز.
اللي هي زي اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم قبل كده زي اللايم ستون والساند ستون، وده بيبقى سيكو بيبقى يا اما عنده بوينتد ايدج يا اما فلات بيبقى شارب. دلوقتي هنتكلم مع الميجرمنتس مع عبد الرحمن. زي ما عرفنا من حبيبه انهم استخدموا تولز الماتيريال زمان في البنات، هم ازاي كانوا بيقيسوا؟ عندهم ثلاث وحدات قياس، اول واحده قياس عندهم كانت الكيوبس، دي كانت اول اطول صباع لنهايه كوع البني ادم. طب ثاني واحده كانت بالم، البالم هو قوس بالم هنا ده العرض بتاعه. كان عندهم الفينجر، الفينجر كان عرض الصباع. ايه كانوا بيقيسوا بقى زمان؟ كانوا بيسجلوها في برديه، برديه اسمها برديه ترينت. البرديه دي كانت فيها دايمنشن اناليزيز، ازاي يحولوا من اول مثلا البالم لنهايه الفينجر او الكيوبت للفينجر العكس صحيح. فيها برضو زي معادلات الضرب والقسم، ايه اضربوا الارقام في بعض وزي اسمه. في برضو برديه برلين، البرديه دي كان فيها مثلا زي بروبلم او مشكله طلع منها معادله زي اللي كان عندنا طلع في السلايد. البروبلم دي يعني الايريا بتاعت سكوير واحد ايكوال الايريا بتاعت كوس اوردر سكويرز، طلع منها حاجتين اللي هي السكند اوردر الجبريك ايكويشن، منها تقريبا طلعنا فيسجل الجبريك كان بيستخدموها زمان بس مفيش تقريبا واضح على كده. هنعرفها اكتر مع فادي. طيب زي ما عرفنا في البروبلم دي ان احنا طلعنا سكند الجبريك سكند اوردر الجبريك ايكويشن، وفي نفس الوقت كان احتمال ان احنا وصلنا للبايثاغورس ثيرم، بس لسه ما فيش حاجه اكيد وصريحه ان المصريين كانوا عارفين البايثاغورس ثيرم. طيب هنتكلم الاول عن ال 3 4 5 ترانجل، اظن كلنا عارفينه يعني ترانجل مشهور واستخدمناه كتير، ان هو رايت انجلد والرايت انجل قصاد الهايبوتنس اللي هو 5. تمام الثلاث ارقام دول او الترانجل ده كان بيستخدموه كتير المصريين او كانوا مهتمين بالثلاث ارقام دول. ابسط مثال قصه ازيس واوزريس كلنا عارفينها طبعا، مذكور فيها ال 3 4 5 ترانجل ده، وكانوا بيسجلوا قدام كل سايد اسم حد او بيستخدموه كرموز وترانجل مرسوم صريح. تاني حاجه لو دورنا هي مش مشهوره قوي، بس هو ال 3 4 5 اصلا 3 4 5 ترانجل هو اسمه الايجيبشن ترانجل، لو حد سيرش على ايجيبشن ترانجل فهيطلع له ال 3 4 5 ترانجل. واخر حاجه هم كانوا بيستخدموا ترانجل ده عشان يعملوا رايت انجل في البناء. احنا عملنا سيرفي بسيط كده سالنا الناس هو في عهد المصريين كانوا بيعملوا رايت انجل ازاي، طبعا ولا في مسطره ولا في اي ادوات ولا في بروتراكتور عشان نعمل رايت انجل. فكان في اجابات كتير بس اغلبها وفي حاجات اتكررت هم كانوا بيستخدموا روبس او وودن ستيكس بيلزقوها في بعض وحاجات كده. هو ببساطه كانوا بيستخدموا روب زي ما شايفين في الصوره كده وعاملينه ب 13 نوت بحيث يبقى الحبل متوزع 12 ايكوال لينكثز اللي هو مجموع ال 3 وال 4 وال 5، وبيقسموه زي على ثلاث بني ادمين زي ما شايفين كده، كل واحد بيمسك من ناحيه بحيث يبقى عندنا ال 3 وال 4 وال 5 واضحين، وكده يبقى اكيد عندنا رايت انجل قصاد السايد ال 5 ده. وكانوا بيعملوا كده مع المالتيبلز بتاعت ال 3 وال 4 وال 5 عشان نستخدم رايت انجل ونبني بيها. وبرده نفس الثلاث ارقام دول كانوا بيستخدموهم في حاجات كتير، و هما انسبايرد الثلاث ارقام دول استخدموها في ديزاين البيراميد اصلا. لما وهم بيختاروا ديزاين كان سكوير بيز اللي هو 4 سايدز ده ال 4، والترانجلر فيس كان 3 سايدز ال 3 وال 4، والبيراميد على بعض اللي هو 4 كورنرز، وال 1 ايبكس او التوب فكده ال 5، وده الثلاث ارقام هم. وفي حاجه ثانيه اهم الريشوز زي ما شايفين كده اللي هو نص دياجونال والهايت والسلانت هايت، الريشوز ما بينهم 3 اند 4 اند 5. في حاجات كتير زي ما شفنا، وفي تفاصيل اكتر في كيو ار كودز في اخر سلايد على استخدام ال 3 4 5 والترينجلز والبايثاغورس، بس ستيل ما فيش حاجه صريحه ان هم كانوا بيستخدموا البايثاغورس او كوصل لها كارول، بس في حاجات كتير مشتقه من البايثاغورس هم كانوا بيستخدموها. نادين دلوقتي هتكلمنا عن الموست بينفيشال استابليشمنتس وحاجات عملوها ايام المصريين وبنستخدمها دلوقتي. طيب انا دلوقتي هكلمكم عن الاريجيشن، والاريجيشن يعتبر one of their biggest feats in engineering. Ancient Egypt, Egyptians practiced the first known form of developed irrigation system. والسيستم دي كانت عبارة عن ثلاث حاجات، كانت عبارة عن canals ودامز وشادوف. الcanals كانوا بيوصلوا بيها مية النيل للdistant fields، وكانوا بيستخدموا الشادوف عشان يوصلوا يودوا المية من canal لcanal تاني. والدامز كانوا بيستخدموها عشان يحموا نفسهم من الفيضانات. ودلوقتي المفروض هنشوف صورة أقدم سد يعتبر اتعرف في التاريخ اللي هو سد الكفارة. وده تقريبا ده تقريبا أول سد خالص اتعرف في التاريخ، ودي الريمينز بتاعته اللي موجودة لحد النهاردة.
دلوقتي هنشوف فيديو بسيط عن الشادوف. طيب وبكده احنا نكون خلصنا الاوتلاينز بتاعتنا وحاولنا نوصل بيها اهم الاتشيفمنتس اللي عملوها وعملوها بانهي تولز وماتيريالز واللي لسه تقريبا بنستخدم معظمهم لحد دلوقتي. ولو وعرفنا ازاي بيحسبوا حساباتهم عشان يعملوا البيلدينجز والبيراميدز والحاجات دي كلها. ولو عايزين تعرفوا معلومات اكتر تقدروا تعملوا سكاننج للكيو ار كودز اللي موجوده. Thank you so much for listening and feel free to ask any questions. جميل يا باشمهندسين، شكرا.